اللي بغات تبيض وتزيان، ما عليك غير ديري هاد الوصفه كتعطيه تبيض فوري من اول استعمال. ديريها لوجهك، جسمك كامل، المناطق الحساسه، وكتفتح لون البشره، وكتقضي على التصبغات، وكتقوم بازاله جميع البقع الداكنه والاسمرار. وجربتها قدامكم في الفيديو، كل شيء كنوريه لكم قدام عينيكم من اروع الوصفات المجربه مني شخصيا. تبعوا معايا الفيديو للاخير ان شاء الله. السلام عليكم، كي دايره البنات؟ لاباس عليكم، نتمنىكم تكونوا بالف خير، ويلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير نتوما والعائله. وتحياتي لكم داخل الوطن وخارج الوطن، وتحيات لكل المتتبعين ديالنا الجزائر، المصريين، توانسة، كل الدول العربيه وكل الدول العالم المتبعين القناه ديالنا. وشكرا شكرا على تعليقاتكم الزوينه وعلى التشجيعات ديالكم باش نزيدو نستمروا ونضعوا لكم الفيديوهات. جاني بزاف ديال التعاليق بخصوص تبييض البشره والتفتيح ديالها. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفه روعه روعه، اللي قلت في حقها شي حاجه قليله، لانها فعلا ملي غتجربوها غتنالوا على النتيجه فورا. غادي يبان لكم التفتيح في البشره ديال الوجه وديال الجسم. ما عليكم غير دعمونا، ديروا لايكات البنات، رفعوا الفيديو، بارطاجيو الفيديو، عطيو واحد الفيديو حقه لانه كيستحق. هذه الوصفه روعه روعه وبامتياز، مجربه مني شخصيا. وكما عودتكم كنجيب لكم وصفات للمجربه والناجحه. ما تنساوش البنات لايك لايك لايك، وصلوا هذا الفيديو لألف لايك، ووصلوا القناه ديالنا ل 500000 مشترك، راه كتستحق تشجيع منكم. وبارطاجيو مع اصدقاء والمعارف ديالكم باش تعم الفائده. ودابا ما نطولش عليكم، مشوا على بركه الله نتعرفوا على الوصفه باذن الله. على بركه الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. المكون الرئيسي هو البطاطس. البطاطس، استخدام البطاطس في البشره راه روعه جدا. البطاطس راه مهمه في تفتيح البشره، حيت كتساعد على تفتيح البشره والبقع اللي كتكون في البشره الداكنه والاسمرار جراء الشمس. البطاطس روعه، وكذلك تعالج النمش وكتوحد البشره. هذا البطاطس زوينه بزاف، وكتعتبر عندها واحد الاهميه فعاله في التبييض. دابا شنو غادي نديرو؟ غناخدو واحد البطاطا تكون الحجم ديالها متوسط، غادي نقيوها، قشروها وغادي نغسلوها. واحد الكاسرونه وغنجيبو الحكاكه وغادي نحكو في الجهه الرقيقه اللي غنحكو فيها البطاطا بهذا الشكل. علاش الجهه الرقيقه؟ باش تعطينا الماء، البطاطا تطلق لينا الماء. من بعد حكيناها في الجهه الرقيقه كيف قلت لكم، هانتو كتحصلوا عليها بحال هكايا، تكون رقيقه بهذا الشكل باش دغيا تطلق لينا الماء ديالها اللي حكيناها في الجهه الرقيقه. المكون الثاني غنحتاجو الكاس ديال الحليب. الحليب راه زوين في تفتيح البشره، وكيوحد اللون ديالها، وكيرطب البشره، وثاني حاجه كيعمل على تقشير البشره، وكذلك كيمنع ظهور البثور والحب الشباب. الحليب زوين بزاف. دابا غنضيفو كاس من الحليب. شنو غنديرو في هذه المرحله؟ غادي نخلطوه بحال الشكل وغنوضعو على النار حتى تطيب لينا البطاطا مزيان، يعني تبقى مع الحليب حتى تشوفوا البطاطا انها طابت مزيان. ولا شفتوا باقي ما طابش وتشرب لكم وخاصكم تزيدوا الحليب، ممكن تزيدوا الحليب. هانتو كتشوفوا وضعت على النار، وكنحرك ما نوقفوش من التحريك نهائيا باش البطاطس ديالنا ما تلصقش لينا في القاع ديال الكسرونه. كنخلطوها مزيان ونخليوها حتى طيب لينا البطاطا مزيان. وكما قلت لكم لا خاصكم تزيدوا الحليب، تزيدوا الحليب تشرب لكم. ودابا ملي غادي طيب
تماما. غادي نكمل معكم الوصفه باذن الله. كنحتاجوا صابونه دوف، صابونه دوف غنيه عن التعريف، صابونه ما كتسببش الجفاف البشره بحال الصابون العادي، وكذلك كتجعل البشره كتولي ناعمه وكتخلي واحد المظهر صحي في البشره ومناسبه للاستخدام اليومي. هاد صابونه دوف، هاد بالنسبه لصابونه دوف ماشي مجرد صابونه، هادي راه قالب للجمال فعلا. هاد صابونه دوف رائعه بالتجربه، انا كنستعملها ديما. غادي ناخذ الصابونه، ماغاديش ناخذوها كامله، غناخذ غير قطعه منها، حيت تقريبا بغيت غير جوج معالق من الصابون. غناخذ قطعه منها بهذا الشكل، قطعه نحصل على نقوم بالبشره ديالها باش نحصل على جوج معالق تقريبا. غادي نجيب واحد الاناء اللي غادي نبشر فيه هذا الصابون دوف. غناخد مبشرة وغادي نبشر من الجهة الرقيقة ماشي الجهة الغليظة بهذا الشكل. تقريبا تنحصلو على جوج معالق كبار ديال المبشور صابون دوف. واللي ما عندوش، اللي قال لي ما عنديش صابون دوف مع انه متواجد في الاسواق، اللي ما عندوش يدير اي صابونة تكون لونها ابيض. هانتي قمنا ببشر قطعه من صابون دوف وحصلنا على تقريبا راه كميه غير لا باس بها، تقريبا جوج معالق كبار او اكثر. المهم هذه هي اللي بغينا نحصلوا عليه. ودابا نكمل معكم الوصفه باذن الله. نجيبوا البطاطا ديالنا والحليب، كيف كتشوفوا حتى تولتت البطاطا، المبشور ديال البطاطا يطيب تماما. انا كنبقى نقابلو وكنحرك كيشرب ليا الحليب، كنعاود نزيد الحليب حتى كيطيب ليا البطاطا مزيان. دابا من حدو ساخن اشنو غادي نديرو؟ غادي ناخذو المبشور ديال دوف، صابون دوف كما قلت لكم تقريبا جوج معالق كبار، حدو سخون باش يذوب لينا الدوف. ها هو جوج معالق وشي حاجه زايده قليله، غنضيفو كامل الدوف راه زوين صافي. غادي نخلطو حدو ساخن المبشور ديال الدوف غادي باش يذوب لينا هذا الشكل تماما. هانتو كتشوفو شنو غنديرو؟ غنحتاجو نصف ليمون حامض. ليمون حامض تا هو راه قوي قوي لتفتيح البشره، راه زوين زوين، انا مكنستغنش عليه. واللي كيقول لي عنده حساسيه من الحامض ما يديروش، ماشي مشكل. غادي ندير انا غندير فيه ملعقه كبيره ديال الحامض الليمون، وغادي نخلط. هاد وصفة قوية قوية لتفتيح اللون، لتفتيح اللون الداكن، البقع الداكنة، رائع الصراحة. من بعد غادي نجيبو واحد الخلاط، خلاط أو ميكسور باش نخلطو فيه هاد الوصفة. نوريكم كيفاش حصلنا عليه، شو كيفاش كيولي، شتو رائع جدا جدا جدا. شوفوا انتو كيفاش كيجي، شو هانتو مسائل معاقد سيكون بحال هذا الشكل. دابا غنجيبو واحد الاناء وغنوضعو فيه الكريم ديالنا بهذا الشكل. شوفوا كيفاش كيجي انت تبارك الله، كريم رائع بمعنى الكريمه. هذا هو الشكل ديالو كيفاش كيجي، ما كيجيش جاري وما كيجيش عاقد بزاف بحال هذا الشكل. شنو غادي نديرو في هذه المرحله؟ هذه المرحله كتبقى اختياريه، كتضيفوا اي زيوت بغيتو. انا غادي نستعمل فيتامين او باش يحافظ ليا على هذا الكريم مطولا، وكذلك عنده واحد الفوائد زوينه للبشره وللتجاعيد
واللي ما عندوش فيتامين او يدير الزيت اللوز، يدير جيل الويفيرا، يعني كتبقى هذه المرحله اختياريه، يعني عندك ديريه، ولا ما بغيتيش كاع ديري الزيوت ماشي مشكل. هذا الشكل ضبط الكبسوله ديال فيتامين او باش ملي بغي احتفظ به يبقى ليا لمده اطول وما يفسدش ليا هذا الكريم. وانتوما لما درتوش فيتامين او بغي احتفظوا به ما تفوتوش 3 ايام حتى 4 ايام وديروا وصفه جديده. وهذه راه الوصفه هذه اللي درتوها راه غديروها للجسم ديالكم كامل، ديروها للبشره، ديروها اليدين، اي مكان داكن بغيتو تفتحوه ديروا هذه البشره. دابا غادي نمشي مباشره نحطوا واحد العلبه او علبه اللي باش نحتفظوا به ككريم. ديروا اي علبه اللي كتكون خوات لكم من الكريم ديالكم تضيفوا فيها. بسم الله. هذا هو كريم ديالنا. دابا غنمشيو مباشره نوريكم التطبيق ديالو كما عودتكم كنطبق على البشره ديالي. بسم الله. دابا غادي نبداو نطبقوا على الوصفه ديالنا كيفاش كيجي الكريم رائع جدا. غنطبقوه وانتوما كتوضعوا هذا الكريم او هذا الماسك في البشره ديالكم كتحسوا بواحد الملمس، هو رائع جدا ما شاء الله، سهل في التطبيق ديالو، المفعول ديالو سحري. طبقوه على البشره ديالكم والعرق ديالكم باش ما يكونش البشره بيضاء على العنق، يكون نفس اللون. وهذا المفعول ديالو راه سحري، من اول استعمال كيبان لكم الفرق في البشره ديالكم في التفتيح والتبيض لون البشره. تخليوني مده 20 دقيقه وتغسلوه بالماء الفاتر ثم الماء البارد باش تقفلوا المسامه. ديما نديروا هذه الطريقه. ها انتوا البنات انا ملي غسلته شي كيف ولا الوجه ديالي لامع، والبشره ديالي كتبان رطبه، كتحسي بها باليد ديال، تحطي اليد على البشره ديالك غتحسي بها ناعمه ورطبه. بصراحه وصفه ولا اروع. ومني كتسالي هاد الكريم ديالك تقدري ديري اي مرطب بغيتيه ديريه. دابا غادي نشف وجهي بالفوطه صافي، وكتبان لك ها انت شوف البشره كي نقيه. يعني هو هاد الكريم عباره فيه مقشر فيه ترطيب، يعني ما تحتاجيش انك ديري لا مرطب لا والو. ما بغيتيش ما ديريش مرطب من بعد هاد الوصفه ما ديريش، ماشي مشكل. راه هاد الكريم رائع جدا. شفتوا النتيجه، النتيجه هي امامكم، وصفه روعه. ديروها للبشره ديال الوجه، تخليوها لعشرين دقيقه وتغسلوها، ديروها في الجسم ديالكم كامل وتخليو حتى ساعه. لا بغيتو تخلي حتى ساعه ما في لا ضرر لا والو. تقدروا ديروها البنات ديال 16 سنه، ديال 17 سنه، ديال 14 سنه، ديرها نساء كبار كما كانت في العمر ديالها. دي هاد الوصفه روعه زوينه، كتصفي الوجه البشره، كتفتح البشره، كتحصل على واحد البياض فوري فوري. كنتمنى انا هاد الوصفه تكون نالت على الاعجاب ديالكم البنات. ما تنساونيش من الدعم ديالكم واللايكات، لانني كنقوم بالوصفات وكندير واحد المجهود وكنطبق الوصفات باش تشوفوا النتيجه امامكم. وكنتمنى منكم التشجيع والدعم، وخليوا لي الطلبات ديالكم ان شاء الله وصفات مقبله باذن الله، مجربه ومؤكده اكيد. وبسلام عليكم ونشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.